صحتك لك حاجتك شرد، صار لك من الصبح عم تتزهرم. بدي ضلني عم بتزهرم لحتى موت وارتاح بقى. اضرب هالعيشة تضرب. موت وريحنا منها. حموت. مرحبا يا عم. اهلا. دخيل عينك بيت الشيخ صالح وين؟ شايف الدخلي؟ ايه. ثاني باب على اليمين. كتر خيرك. خير الله يا اخي. شو اللي عيشاك؟ احكي ارواح بموت حتى موت كل اللي وقف في الطريق. انت سمعت ارواح؟ هلا بدي اشوف اذا كنت سمعت ارواح. لا دخيلك يا ابن عمي، دخيلك انا بحطك. هلا صرت ابن عمك ولا؟ معناتها انت اللي فت على بيتي بغيابي. شلون تجرأت وفت على بيتي؟ الشيطان يا ابن عمي، الشيطان لعب لي بعقلي. بس الله وكيلك ما لمسته، وحياة الله ما لمسته. حتى سألها. عن مين عم تحكي؟ مين اللي بدي سألها؟ حرمتك. شو دخل حرمتي بالقصة؟ ما دخلها. ايوه، معناتها انت اللي فت على غرفتي مو شاهير. الله وكيلك شاهير. كمان عم تكذب. شو عرفك انه شاهير؟ انا متأكد انه شاهير. احكي احكي ولا بشهد. أكيد أنا اللي بتدل على بيتك. بس يشهد علي الله أني ما لبست لحرمتك. يا ابن الحرام، وواهي وينه؟ بالصندوق فوق بالغرفة. قوم أنا بعضك يا عدي. بعضك يا عدي. قوم. وين الواهي ده؟ هو بالصندوق. بعد هيك مين الذهبات هدول ولا؟ هدول ذهبات أبو نجيب، فوق الذهبات اللي سرقته من بيتك. يا ابن الحرام، بسيطة، رح جيبك لما هربت. رجال لازم تعرفوا انه عقيدكم ابو قعود اعطاكم امره. بس انا واخي جابر واخي جواد حلفنا يمين ما ندفنه قبل ما ناخذ بتاره وندبح غريمه. فشو قلتوا؟ الله محي رجال. الله محي رجال. الله محي رجال. ما رح نرضى لحتى يصيروا اهل حالة حياش دبايح تحت رجلنا. اي والله. لعيونك يا اخي ابو قعود. لعيونك يا ابو قعود. الله محي رجال. اي والله استعجلت على ساعتك يا عقيد. لازم هلأ تموت قبل ما تفوت على بيتك وقبل ما تحكي اللي صار لك. شو صلوا؟ جيتك عقيد؟ جيتك؟
عقيب عقيب خبره ابو صفوان خبره مختار عقيد ابن عمي سلامتك اللي بيضربك بيضربك عقيد شهر شهر لا ما تبغي لا ما تبغي اللي بيضربك يا ابن عمي مين ابن عم ابن عم جابر بتاخد رجالك بتروح من ناح بيت ابو عبد ويلاتي وين ما شفت ابو ادهم او ابن عمه بتذبحه فهمت فهمت وبتلتقى انت وجواد ورجاله قدام بيت ابو صفوان الحلاق صار قول الله رجال يلا وانتوا يا رجال تروحوا مع جواد وبتلتقوا مع جابر ورجاله قدام بيت ابو صفوان الحلاق وانا رايح دغري على بيت ابو ادهم يلا يا رجال يلا يا رجال يا اهل الحاره يا اهل الحاره العقيد ابو ادهم انهار يا اهل الحاره يا اهل الحاره العقيد ابو ادهم انهار سلام قولا من رب الرحيم العقيد ابو ادهم انهار يلا يا جماعه يلا يلا يا شباب يلا العقيد ابو ادهم يا ناس انهار العقيد ابو ادهم يا ناس انهار أفارم عليك يا جابر أنت ورجال الحارة والله بيضت وشي ورفعت رأسي قدام الناس بس أخ أخ كان مرادي أذبحه بإيدي أنا حان وصلنا يا رجال امشوا نطالع أبو قعود والله ما رحت رخيص يا أبو قعود يلا يا رجال لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل شو يا ابو صفوان طمنا ان لله وانا اليه راجعون العمر لكم يا رجال يا حويد يا عقيل وري يا رجال على حارتكم يلا يلا استنوا يا رجال استهدوا بالله وطولوا بالكم يمكن الجماعه بده يطالعوا جنازه تبقى عود اجلوها لبكره ليش ابقى عود ما الصباح اوف ليش ما طلعوا لهلا اجلوا الطلعه لا يعملوا عملتهم عم يا بضاح عم يا بضاح هلا شفتهم كانوا ملتمين ومسلحين ونفدوا من قدام بيتنا هيك لك قال أجروا يا جماعة خلونا نفوت مرحوم لبيته لا يا شيخي مرحوم ما بيطلع غير من بيتي لك عقيد لك وين تركتهم لحتى لك عقيد يا باطل يا عقيد يا ريتوا قتلوني إلي ولا قتلوك والله لا أشرب من دمهم والله والله لا أشرب من دمهم والله يلا يا جماعة يلا خلونا نفوت مرحوم لجوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله محيي رجال بدي أعرف بس مين يلي أخذ بتارنا وغسل عارنا لحتى بوسه من شواربه مين قتله يا جابر؟ احنا ما قتلنا حدا عقيد مو انتو مين لك بلكي جواد ورجاله لك الله محيي جواد ورجاله لك عملتو يلي كان بنفسي اعمله من زمان بس قلولي مين يلي قتلو حتى بوسه من شواربه لك شبكو ساكتين لك ارفعوا راسكم لفوق
وصيحوا بأعلى صوتكم وقولوا نحن اللي قتلنا عقيد حارة عياش. أخي نحن ما قتلنا لأبوتها، نحن فكرنا أنتم اللي قتلتوا. ما قتلتوا؟ لكن مين قتلوا؟ يعني ما صار إلا وقتلتوه؟ ما يجينا من العوائب. واختار نحن ما قتلنا حدا. جابر! لا يا مختار، نحن اللي قتلناه. مين بده يكون قتله يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا جماعة، المرحوم صار جاهز، خلينا نروح لندفن. يلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصبح كان ماشي على إجريه وعين الله حوله. سمونا الفاتحة على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. الله يرحمك يا أبو أدهم، ويجعلنا سواك الجنة. لكل أجر كتاب، سبحان الحي الذي لا يموت. واو يا رجال، روحوا جيبوا التابوت لهون. إذا كانوا هني أبضايات وسكرتاوية يجوا ياخدوا تابوت أخوهم. يلا هيكون هون رجال. مختار، بترجاك يا مختار. هذا الحكي بيناتنا يا فتحي. موجه عليك الله ومحمد رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صلي على الحبيب. شو بدك؟ كرمال خاطري يا مختار، كرمال العشرة اللي بيني وبينك، كرمال الخبز والملح، وموجه عليك الله ومحمد رسول الله وكل الأولياء الصالحين. لا إله إلا الله، اللي من الآخر شو بدك؟ خلينا ندفن المرحوم ونواري ترابه، هالمسكين ما له ذنب. عليم الله ما له ذنب. إكرام الميت دفنه يا مختار، وهذا الرجل ما بستحق منكم إلا الإكرام. مظبوط، بس إخواته الكلاب هن السبب. يا أبو وضاح، خود مني ولا تصدق، جماعتنا مو هن اللي قتلوا أبو أدهم. شو عم تحكي يا فتحي؟ ولسه الأيام تثبت لك كلامي. مشان كرامتكم وكرامة الميت رح نخليكم تاخدوه، بس إلا ما نلتقى مرة تانية يا مختار. خدوه. يلا يا رجال عياش. يلا تفضلوا. لا تنسى يا مختار إنه نحن في الشهر الفضيل. بارك عليكم الشهر. يا عباد الله وحدوا الله، فاز ونجا من وحد الله. قولي على آمتي، ويلي جوزي، ويلي بناتي، ويلي أخي كمان. يا رب يا رب بخيرك يا رب. عم تبكي عليه مو هيك؟ مشان الله تركوني بحالي، مشان الله. عم تبكي على الواطي مو هيك؟ تركيها اختي تركيها، الله يستر.